السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن تحميل لعبة دريم ليج سوكر مود دوري ابطال افريقيا. مود ان شاء الله جميل جدا هيعجبكم باذن الله. المود ده من تصميمي ان شاء الله هيكون بمود دوري ابطال افريقيا، وكمان تقدر تحط الفريق اللي انت عايزه بقى، الاهلي، الزمالك، الترجي، الرجاء، اي فريق انت عايزه تقدر تحطه معاك في اللعبة بدون اي مشاكل، وده اللي هشرحه باذن الله في اخر الفيديو. فعايزك تكمل معايا الفيديو للاخر، وما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمل الفيديو للآخر عشان هستعرض معاك طريقة تثبيت اللعبة وازاي تضيف النادي اللي انت عايزه. بس كده سيبك مع استعراض لقوائم اللعبة، يلا بينا. ويلا بينا يا شباب نخش في طريقة التثبيت. هتحتاج التلات ملفات دول وبرنامج زر ارشيف اللي بنثبت بيه اللعبة. بعد كده هنثبت الاي بي كي زي ما انت شايف كده، زي ما بنثبت اي لعبة عادي خالص، انا ثبته فمش محتاج اثبته تاني. بالنسبة بقى لو انت عايز تحط الفريق اللي انت عايزه فهو عن طريق ملف الداتا. حمل الفريق، هسيب لك تحت في الوصف داتا لجميع الفرق العربية ان شاء الله زي ما انت شايف كده، خدناه بالشكل ده نسخ، وبعد كده رحنا على ملف الداتا وبعد كده استخرجناه. زي ما انا بقول لك كده ملف الداتا هو اللي بيحدد الفريق اللي انت عايزه، فهسيب لك في الوصف ملفات داتا لجميع الفرق اللي انت عايزها من الفرق العربية. بعد كده هنروح على ملف الاوبي بي وهننسخ الملف اللي جوه بالشكل ده، وهنروح على ذاكرة الهاتف اندرويد، وبعد كده هنروح على كلمة اوبي بي وهنضغط على الدائرة الخضراء اللي تحت اللي انت شايفها ديت اللي انا عامل لك عليها بعلامة السهم، وكده الف مبروك نكون ثبتنا اللعبة. بس كده اكون انهيت معاك فيديو النهاردة. السلام عليكم.